أروح جنب بابا بالمكتب، مثل أروح معه صنع القنابل، إنه لما لسه صغير هو بصنعهم، لما لسه رايط هدول الحمر عشان يحطن، مدري يحطن هيك عشان يشعلن وينزل الشرارة تحت، يتنزل الشرارة تنفجر القنبلة. قنبلة بقلب المستودع تحت في الجنينة، ولا ما نداهن عم صالون زي كارتون عم تشغلت، بس واحد منهم مات انقطع راسه. شفتيه اللي مات؟ راسه انفتح هيك من هوني. بنت عمي ولا نحن ورايحين قدامنا ابن عمي، ولا دخلوا الجيش حاصرونا. هي قريبة لتطلع، ما فجرت، ما فجرت. هي صاروخ، لا قذيفة دبابة، بس ما انفجرت.